فيديو هيك تقريبا. احنا هلا احنا في السلام عليكم. شوف سمك في الكويت، هذا سمك ايراني، هذا سمك كويتي. هامور كم الكيلو هامور؟ ها؟ خمسة دنانير. ها؟ خمسة دنانير. سمك طازي جاي احنا هون في الكويت. لا ما يحتاج، شكرا ما يحتاج. هاي هون هذا سوق السمك في الكويت زي ما انتم شايفين. عاجبني، حطينا زي هرم، هرم السمك، روبيان مستزرع بالبحر السعودي. السلام عليكم. السلام، ما شاء الله صورة، ما شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. هنا هون في سوق سمك الكويت. هاي نويبي. من صفات المميز وجود عند انياب بارز ثلاث او اربع انياب منها سمي بنويبي. نويبي عشان انه انياب. هذا نوع من انواع ال الميد بسموه. الميد هذا ايوه موسم، عشان هيك مليان كميه. عشان موسم هنا بيصير الميد خلص. لما بينزل طبعا موسمه. هاي احنا هون بلطي مصري. السلام عليكم. هذا بلطي مصري. تفضل. مزيد، تعال نتفرج على المزيد. والله يلا ها. وقف. وين ها؟ لا احنا بنروح عليه هلا. هون كلهم بيشتروا من هون. من طبعا. يعني بيجي السمك بزتوه هون. هاي الحاقول صدور. هاي. السلام عليكم. أمورة، أمور أصلي هذا. حاب تصور معي. حبوا الناس تصوروا. هون بيجيبوا الهاي وبعدين بيبيعوه. بسعر رخيص. طبعا بيشتروه وبعدين بيبيعوه هنا. في ناس بتاخذ لها. طبعا. لا بنشوف مدي عمي. ميد كم هذا؟ تسع دنار. ايه؟ سلة تسع دنار؟ تسع دنار السلة. لا شكرا. لو عاوز ما فيهوش. تسع دنار تسع دنار السلة. تسع دنار السلة. شوف هذا الأحمر. الاحمر تحط فيه من هي دافع زي اما كله هذا كله يعني. ما شاء الله الخليج العربي ما شاء الله كله سمكه طيب. تسعة دينار كويس. تطلع فيها شي 50 كيلو. ما شاء الله يعني بسوي عزومه. الميت ميت هذا المكاتبين يحبونه. الميد معروف حتى بالخيال عندنا بالامارات. هاي سمك سعودي. ها هذا طيب جدا. انا بحبه. هذا مقلي، هذا والاحمر. هذا نوع من انواع السردين. 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 نوع من السردين. هاي التونه. هذا التونه. هذا لبنان ما في منه. هذا تونه طبعا لانه في عندنا سمك الخليج العربي. هذا
ده كله بلبن المصري من غير انواع. جوب جوب سمك سعودي. لا سمك اماراتي مستزرع. ها هي ها هي سمك اماراتي. نفس السمك. ريحتها صارت سمك يعني. بس حلو انا بحب اشوف ال شوف السمك الكويتي. كيف هو المرتب ولا الجبن؟ هذا الجبن. السلام عليكم. صور تشتري. كويس. صور ما يشتري. سيدة كلام. اكيد اكيد. لا حلو. كم الكيلو هذا؟ 3 كيلو 5 ونص. 5 ونص وهذا؟ 3 ونص 3 كيلو 10. كويس. بس كده؟ بس كده. وسيدنا صلاة النبي. بس اللهم صل. يا الله صل وسلم على النبي. شوف كذا هذا. نوع ثاني. سمك في الكويت.